والآن إلى العلمين الجديدة المصرية. أجواء مبهجة تستضيف مدينة العلمين الجديدة أكبر مهرجان فني رياضي يقام في منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل، ويقام تحت مسمى مهرجان العلمين الجديدة العلمين أوردز، ويضم 12 نشاطا من بين الرياضي والترفيهي والفني. ومن المقرر أن يشمل المهرجان تكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي بعد موسم حافل من الفعاليات المتنوعة تحت مظلة مهرجان العلمين الجديدة. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة دكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. أهلا بكم، صباح الخير. وطبعا يعني تنوع كبير واسع للسياحة المصرية، سواء السياحة الثقافية أو الأثرية أو سياحة الشواطئ، وتعد السياحة المصرية من أكثر المقاصد السياحية في العالم تفردا. كيف يساهم هذا المهرجان العالمين تحديدا في تنشيط السياحة المصرية برأيك؟ صباح الخير عليك يا فندم. أهلا وسهلا. طبعا المهرجان ده بيقام لاول مره، وفي استعدادات 100% لاستضافه انشطه كثيره، منها زي ما حضرتك ذكرت الرياضيه والترفيهيه، وفي نفس الوقت هيبقى في زي سباق عربيات، وفي تجول بالسيارات من سفاجة للعالمين. ده هيسلط الاضواء بشكل كبير جدا على منطقة العلمين وعلى مصر بالذات كنوع من السياحة، لأنه هيمتد فترة طويلة، احنا بنقول من 13 لغاية 26 أغسطس، وطبعا كافة الحفلات بقى والنجوم والمبدعين. وبعدين كل ما زاد النجاح يوم بعد يوم، كل ما زاد الإقبال السياحي على العلمين وعلى مصر، لأن الأضواء بتفضل متسلطة. فده هيبقى زي يعني لو نجح النجاح ان شاء الله الكبير، هيبقى متوقع ان هو يتم كل عام بشكل كبير
وخصوصا أن مصر تستهدف تحويل العلمين كواحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم، كيف ترى حجم الإقبال على المدينة السياحية الجديدة خاصة من قبل السياحة العربية أيضا؟ الحقيقة كل سنة بنلاقي الإقبال بيزداد، وبتبقى في فنادق أوفر بوكينج، غير طبعا الناس اللي هي عندها شركاتها الخاصة أو سوقها الخاصة إلى آخره أو في الفنادق، بس الفنادق بتبقى النسب بتصل كمان من الدول العربية والدول الخليجية أحيانا إلى، وده كلاس معين كمان كلاس 5 ستارز بتصل إلى 100%. مع وجود الحفلات يعني ده بيفكرني بحاجة زي ولكنها مصغرة زي الإكسبو، فده يعني هيبقى زي إكسبو العالمين بعد كده. هتبص تلاقي حضرتك الاهتمام، وبعدين هيجي جروبات سياحيه وهتيجي في مطار العالمين، في سياحه اثريه في منطقه العالمين اللي كان فيها الحرب العالميه الثانيه قبل كده، فهتبص تلاقي في اقبال كثير ومتنوع لكافه انواع السياحه، غير طبعا في باريس العالمين في سياحه الدخول، فهيبقى في اقبال كبير ومتوسط انفاق كمان من السياح اللي موجودين هناك عالي بشكل كبير. وطبعا الكلاسيفيكيشن بتاع مستوى الجماهير اللي هتيجي هناك هي مستوى عالي، فهيبقى متوسط انفاقهم عالي كمان، وهيؤدي الى وجود عمله صعبه ان احنا يعني الدوله بتبحث عن كافه انماط السياحه الفتره القادمه. هذه نقطة هامة دكتور حسام، فكرة مهرجان العالمية تضمن العديد من الفعاليات كما حضرتك ذكرت، فنية ورياضية وغيرها، هل هذا التنوع يزيد من الإقبال السياحي بالطبع لحضور هذه الفعاليات وأيضا كيف سيؤثر اقتصاديا وفنيا؟ طبعا هيزود الإقبال كثيرا، بالذات من لو في طبعا السياحة الداخلية، وفي السياحة الخارجية، السياحة الخارجية اللي بتتمثل في حضور الحفلات والإقامة في الفنادق الفاسترز الموجودة هناك من غير ذكر أسماء الفنادق، لأن في فنادق على مستوى عالي جدا، وهتيجي جاليات عربية كثيرة وأسر من دول الخليج كافة. طبعا ده بيزود او بيزيد من العمله او الدولار او العمله غير متوسط انفاقهم، لان متوسط الانفاق في العالمين ومتوسط الانفاق في هذه الفنادق وفي المهرجانات بيكون عالي، حتى تذاكر الحفلات نفسها كل ده، فبالنسبه للاجنبي هتكون بالعمله الصعبه، حتى لو هو بيشتري بالجنيه المصري لا، فهو جاي معاه الدولار وبيغيره من خلال البنوك ومن خلال الشركات الصرافة، بيقوم بشراء التذاكر إلى آخره، غير طبعا المتوسط نفقات اليومية، غير متوسط لو هتلاقي يعني حتى الرياضات المائية، حتى استخدام اليخوت، حتى استخدام السيرب، حتى استخدام كل شيء هناك وما يتعلق بالسياحة، المشتريات نفسها من البازارات السياحية، من المولز اللي موجودة هناك، من الماركات العالمية، وده كله متوسط انفاق بيصب في صالح مصلحه الدوله ومصلحه الميزان التجاري من خلال وجود عمله صعبه بتدخل. يعني دكتور ونحن نتحدث الان نرى على الشاشه تنوع في العاب ورياضات مختلفه، منها سكاي دايفنج سيكون بالطبع يعني مميز وليس كاي مكان في العالم في العالمين الجديده، مدينه العالمين الجديده. هل لدينا احصائيه بعدد الالعاب والرياضات وايضا عدد الفنانين؟ لان بالطبع سيكون هناك تاثير كبير جدا خصوصا من الجانب الفني والرياضي. هو لا الحقيقه مش عارف عدد الفنانين، ولكن كافه الرياضيات على فكره، الرياضات المتنوعه والدايفنج والسكاي دايفنج وحتى لو في سنوركلينج، بالاضافه في حاجه عايز اقولها كمان بتقام في العالمين غير المهرجان ده، سباق الهجن في العالمين بيقام، فدي كلها انواع رياضات مختلفه وليها فولورز ومتابعين. موضوع ان يبقى في عربيات، ده انا اللي انا بتمناه يعني ان شاء الله، وفكره كانت موجوده ونتمنى ان مصر تنفذها وهي قادره بعد الاستثمارات والبنيه التحتيه الكبيره، ان مصر تستضيف بعد كده مهرجان او سباق زي سباق الفورمولا
ده بيتعمل في بعض الدول العربية. احنا لو قدرنا نصل لده برضو بعد المهرجان ده هيبقى شيء كويس جدا، لان عندنا الطرق وعندنا المتحدثة وعندنا الطاقة الاستعمال الفنادق وعندنا التجهيزات لكل حاجة زي كده. فممكن بتبقى انواع رياضات مختلفة، بالاضافة ان هيبقى في عروض ازياء عالمية في العالمين. عروض الازياء العالمية دي هتجذب ناس كتيرة وبتجذب فنانين وبتجذب شخصيات عالمية وبتجذب مليارديرات بييجوا بطيارات مفصلة لحضور هذه الازياء. فده يعني هيبقى مهرجان كبير جدا، هيبقى بالطبع تطور سياحي وثقافي وفني واقتصادي. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا ونحن نتابع او كنا نتابع هذه اللقطات من مدينه العلمين الجديده، طبعا مصر هي وجهه سياحيه مميزه ومتفرده ولديها العديد من انواع السياحه، ليست موجوده في اي بقعه في العالم، كافه انواع السياحه. هذا المهرجان سيكون وسيشهد العديد من الطفرات والأحداث المتميزة جدا وأسماء كبيرة فنيا رياضيا ثقافيا، سيكون متنوع وبالطبع يجذب العديد من السياح في العالم وله مردود بالطبع اقتصادي رياضي فني كما هي عادة مصر دائما.